قراءة أكثر حول خطة التنمية التي تتبناها الدولة وما تشهد الدولة على أرض الواقع من تنمية. ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي تامر هلال، رئيس قسم المدن الجديدة في بوابة الجمهورية. أستاذ تامر، بعد التحية، يعني كيف ترى في البداية ما تغيير وجه الحياة كاملة في قرية المعصرة بملاوي بالمنيا؟ والله حضرتك، يعني عايز اقول لك دلوقتي احنا من فتره كبيره بنعاني من هجره اهالينا في الصعيد مصر بجميع محافظاتها الى شمال مصر في القاهره واسكندريه والمحافظات اللي هي تعتبر وجه بحري عشان خاطر وجود التنميه فيها. بس الحمد لله دلوقتي يعني القيادة السياسية والفكر الحكومة في الدولة دلوقتي بأنها بتوفر التنمية في كل محافظات مصر بما فيهم حتى لو في توشكا أو حلايب وشلاتين وجنوب وشمال وغرب مصر. وشوفنا الكلام ده من يومين ثلاثة في سيناء بالمعدات الضخمة اللي تكلفها عالية عشان تخش تعمل تنمية في شمال سيناء اللي كان بيبقى دايما فيها حظر أو فيها حرب على الإرهاب. لو بصينا النهارده للزياره الخاصه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في محافظه المنيا، هنلاقي ان الدوله بدات تنتهج لبناء المجمع الزراعي، وده طبعا بيبقى على غرار الدول اللي هي عندها الانتاج الزراعي والالبان والانتاج الحيواني، بتبقى عامله مجمع زراعي متكامل بحيث ان انت ما تبقاش محتاج اي حاجه بره المجمع ده، او يبقى هو كله متكامل على بعضه. في نفس الوقت ده كتر المجمعات ديت بيقلل التكاليف، وده بيندرج تحت التنميه في جميع المحافظات الصعيد لتوفير فرص العمل وزياده التنميه فيها. بجانب طبعا الجزء الكبير اللي بتتبناه الدوله في انها في اقل من حوالي 10 سنين ساهمت في بناء اكثر من حوالي 40 انشاء مدينه جديده من مدن الجيل الرابع اللي هي تعتبر المتنفس الوحيد والحل مشاكلنا كلها من خروج للوادي الضيق. طيب. الى حياه حضريه و يعني مكان يليق بالمصريين في المستقبل المقبل. استاذ تامر، يعني حضرتك تحدثت عن نقطه هامه للغايه، وهو القيت الضوء على المجمع الزراعي الذي من ان شاء الله من المقرر ان يفتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قريه المعصره بملاوي. هل هذه الخطوة هي إعادة الهوية مرة أخرى إلى قرى ومحافظات الصعيد والتي ربما افتقدتها على مدار السنوات الماضية؟ هو حضرتك الهويه موجوده وكل حاجه، بس اصبح ان الكتله اللي هي او المساحه الزراعيه دلوقتي بتبقى شايله عدد بشر او عدد عماله اكتر من اللي هي محتاجاه مع دخول الميكنه الزراعيه اللي بتوفر يعني حاجات كتير، فانت يعني بتوفر وقت وبتوفر عماله كتير، فانت دلوقتي محتاج ان انت تعمل انشاء متكامل للصناعه، خصوصا ان مصر تعتبر من اكبر المصدرين في الحاصلات الزراعية لأوروبا ودول الخليج، ودي حاجة كويسة جدا. حتى حضرتك هتلاقي ان زيادة الطفرات اللي حصلت في الحاصلات الزراعية مش كبيرة يعني بالمقابل بتاعها من المنتجات اللي بتجيلك مستوردة، فده يعتبر الملعب بتاعك. فأنا من رأيي ان الدولة لما تبص فيه وتنميه وطالما احنا شطار فيه، ده هيعمل لك عوائد كويسة جدا، خصوصا ان الأيدي العاملة والمهارة والخبرة بالنسبة للفلاح المصري والمهندسين الزراعيين المصريين كويسة جدا جدا. بس احنا بينقصنا المدن المتخصصة، المجمعات المتخصصة اللي هي من المفروض بتعمل نوع من انواع التكامل مع بعضها، تديك كل المنتجات اللي انت محتاجها. واحنا عندنا طبعا منتجات الالبان كمان فيها مشكلة ان يعتبر سعرها مرتفع لحد ما، فوجود المزارع اللي الدولة بنتها في الفترة اللي فاتت وعدد رؤوس الماشية اللي هي مفروض بتعمل انتاج اكتر في اليوم عن الماشية المصرية اللي كانت بتدي 25 كيلو 15 كيلو، وبدأوا يستوردوا بعض الانواع والسلالات اللي بتوصل ل 40 و 45 كيلو، ده هيعمل لك فائض في المعروض فيقلل في التكاليف.
فده طبعا نهج يعتبر نهج مدروس، واتمنى ان المجمعات دي تنتشر في كل المحافظات والقرى المصريه، هتوفر معانا احتياجاتنا اللي احنا محتاجينها من اسعار السرع اللي احنا شايفينها مرتفعه، زي الحصيلات، زي الانتاج الداجني او الانتاج الحيواني. طيب، يعني الدولة تتحرك في تنمية الصعيد على أكثر من مسار وليس على مسار واحد فقط. يعني منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية تم إنشاء 10 مجمعات صناعية في مدن ومحافظات الصعيد. كيف ترى تحرك الدولة في التعامل مع تنمية الصعيد بشكل عام؟ والله انا شايف ان هما بيخططوا بشكل استراتيجي كويس جدا، بحيث ان انت حضرتك ربنا حباك بعدد من بحر احمر وبحر متوسط، فانت اي مجمع صناعي هتبنيه في اي محافظه في الصعيد هتلاقي مينا قريب منه تصدر على طول، زي مينا الادبيه، مينا السويس، عندك الطريق الجديد اللي اتعمل من قناة جديدة بيوصلك بالبحر الأحمر، ودلوقتي الحمد لله التنمية اللي انت هتبدأ تشتغل فيها في شمال سيناء، بتبدأ الدولة تعمل ميناء ضخم للعريش بحيث ان انت تقدر تصدر منه منتجاتك، اللي هي من المفروض عامله ربط مع التنميه المستهدفه بالمعدات اللي تم اصطفافها من حوالي ايام قليله، واخد بال حضرتك، عشان خاطر نعمل نوع من انواع المنشآت او المدن او القرى الزراعيه. فدي حضرتك بتعمل نوع من انواع التكامل، كان انت بتزرع وبتجمع وبتبدا تعمل تعبئه وتصدر على طول، خصوصا ان كل الدول سواء في اوروبا او في الخليج بتتهافت على المنتج المصري في الحاصلات الزراعيه. اما بالنسبه للصناعي دلوقتي انت بتبدا تشوف ايه اللي بيخليه يرهق، ايه المنتجات اللي بتيجي من بره بترهقك وبتستوردها، فبتبدا تعمل لها توطين للتكنولوجيا بتاعتها هنا، وبالتالي بتقدر تصنعها، فبيخفض لك تكاليف الفاتوره الاستيراديه ويعظم لك الفاتوره التصديريه. واحنا الحمد لله عندنا العماله اللي تشتغل تديك انتاج، بس هي حاجه نوع من انواع ان احنا ننظم البيت الصناعي عندنا جوه، ونبدا نوفر له الميكنه الحديثه بحيث ان هو يطلع منتج ذو جوده عاليه يكفي الاول احتياجات السوق المصري والفائض، تبدا تصدره من هنا انت حضرتك تبدا تنافس. طول ما انت دوله منتجه وتعمل وتكفي احتياجاتك في كل شتى المنتجات اللي الدوله محتاجاها، انت بتقدر ما بتسيبش نفسك للسوق العالمي وارتفاعاته وضغط الدولار الرهيب اللي هو ضاغط علينا جامد جدا، بحيث ان احنا عندنا مشكلة ان انت المنتجات اللي بتقدر تنتجها وبتصدرها ما بتكفيش الفاتورة الكبيرة قصادها اللي انت بتحتاج منها طلبات عشان خاطر تستورد وتكفي النقص المنتجات اللي انت ما تقدرش تصنعها. فانا شايف ان احنا ماشيين على نهج صحيح، خصوصا ان احنا الحمد لله كل محافظه بنشوفها بتتميز بايه، ونعظم الصناعه بتاعتها او نعظم المنتجات الزراعيه. فانا شايف هي دي الهويه، دي الهويه اللي انا بتكلم عليها يا استاذ تامر، يعني كل محافظه اللي بيميزها وبنعظم سواء الجانب الزراعي فيها مع ايضا مع الجانب الصناعي. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ تامر هلال، الكاتب الصحفي، رئيس قسم المدن الجديدة في بوابة الجمهورية.